بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع أولا ما أخذنا بالأمس، ثم بإذن الله تعالى نبدأ بالدرس الجديد. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بالأمس أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، وقلنا أولى منه لو قال خليل الرحمن. نعم. وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. نعم، وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كافر كفرا أكبر. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان. وإن القرآن كلام الله. تعيد. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهداية هداية الدلال والإرشاد، هذا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. أما هداية التوفيق هذا يملكها الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. إن الدين عند الله الإسلام، العمل هنا. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وضد الحق الباطل، ليظهره، ليظهر الدين ويظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. بلا كيفية يعني نعلم نؤمن أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكيفية لا نعلمها والسأل عنها بدعة. نعم. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، وإليه يعود قبضا وإليه يعود وصفا. إليه يعود قبضا لأن القرآن في آخر الزمن يقبض، الصلاة والسلام عندما يترك الناس العمل بالقرآن، ووصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. وبالأمس ذكرنا الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ونثبت أن الكتب المنزلة من السماء هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه القرآن. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، وتقدم معنا بالأمس أقسام الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وقلنا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في لغة ولا في كتاب ولا في السنة. وهذا أي القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة وطاغوت الفلاسفة، ويفتح باب شر. وأن من أقوى الأدلة على نفي المجاز يمكن نفيه. نعم. فمن سمعه ولا يوجد عربي على وجه الأرض في هذا السياق إلا ويفهم المراد. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، ليس كمثل الشيء السميع البصير. نعم. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وقد تقدم معنا أن العلماء يذكروا أدلة الرؤية في الكتب التي تذكر الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه لا يمكن يرى إلا وله صفات، وإلا كان معدوم. ولهذا يعني
يضطر كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. نعم، وذكرنا الأدلة 7 من القرآن والأدلة من السنة، ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، وقلنا هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال: ولا يصح. تقدم معنا أيضا أن الناس انقسموا في هذا الباب في علم الكلام إلى 3 أقسام: من خاض في هذا العلم، دخل في هذا العلم علم الكلام، انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام: قسم لم يدخل وهذا في السلامة ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يدخل، وقسم دخل وانتهى وأصبح فيه إماما وهذا لابد أن يشهد على ضلال هذا الطريق، هؤلاء الأئمة عندهم. القسم الثالث: من دخل ولم يخرج، نصف متكلم يفسد العقائد. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، وهذا قلنا فيه التحذير من بعض العلماء أنه حري بكل من أنكر الرؤية أن لا يرى الله، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، وقلنا هذا في وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، إثبات مع تنزيه. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا نحمل أحسن محمل، وهذا ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ونقول لو أن المؤلف جاء بما ورد في الكتاب والسنة كان أسلم. والشيخ ابن مانع بالأمس رحمه الله قال: لو قيل أن هذا الكلام مدسوس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى لم نستبعد هذا. ذكرنا أن ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه ولا نثبت ولا ننفيه نسأل عن المعنى، فالجهة والجسم والمكان هذا هنا لا نثبت ولا ننفيه ونسأل عن المعنى، فإن أرادوا بهذا العلو فهو حق بالجهة، وإن أرادوا أن المخلوقات تحت بالخالق هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، درس جديد. نعم. قال الإمام الطحاوي: إذن هذا هو الموضع الثاني، ورأينا كيف تكلم الشراح على هذه الكلمة والحمد لله رب العالمين. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 321 في العقيدة الطحاوية: والمعراج حق. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح كانوا يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السيرة يعني لابد أن نعلم أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد هناك من لا يعرف في هذه الأيام اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف في نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام، فلا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يعرف
إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما الذي ينبغي أن نقول في حق عليه الصلاة والسلام. يعني أشياء لابد معرفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة كتب كثيرة مؤلفة السيرة، نبدأ بكتاب مختصر ثم بعد هذا يعني نرتقي شيئا فشيئا. يعني يبدأ الآن الطالب بالمئية، مئية يعني من 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتقي بعد هذا مثلا يأخذ الرحيق المختوم أو يأخذ ألفية العراقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإسراء هي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء، هذا هو المعراج. نعم، حق يعني نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. في اليقظة، يعني ليست هذه الرحلة رؤية منامية، بجسده وبروحه عليه الصلاة والسلام. نعم، ارتد من ارتد، نسأل الله العافية والسلامة، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عن رحلة من مكة إلى بيت المقدس، ارتد بعض الناس في هذا الوقت، نسأل الله العافية والسلامة، عندما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نضرب أكباد الإبل حتى نصل إلى الشام في شهر أو كذا، وأنت تذهب في ليلة وتعود. ولهذا عندما أخبر الصديق بهذا، لم يسمع في هذا الوقت، لم يسمع الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبروه، فقال لو قالها لصدق، وبهذا كان صديق هذه الأمة رضي الله عنه. نعم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء. نعم، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام للأمة كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى. نعم، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بالأمس أن الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية كما ورد في البخاري تعليقا، حيث قال أن الصلاة من الله هي ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. نعم، الصلاة بها جلب الخيرات، والسلامة دفع الآفات. تقول اللهم صلي وسلم، لأن بالسلامة تخلية وبالصلاة تحلية. نعم، قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، مما يكون بعد الموت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض، مكان الحوض في عرصات يوم القيامة بعد أن يلجمهم العرق إلجاما، هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا معناه أنه دائري، والله أعلم. الناس الآن يحتاجوا إلى شرب، لأن العرق يلجمهم العرق إلجاما قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط بعد أن يلجمهم العرق الجامع، الناس الآن بحاجة إلى شرب. لكن الجزاء من جنس العمل، فمن شرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، تعلم السنة وعمل بها ودعا إليها وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجزاء من جنس العمل، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. آنية عدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وقلنا هذا الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل أن الحوض يذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة تشمل حتى الكفار، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا التحذير
من الإحداث في الدين، لأن من يحدث في هذا الدين هذا معناه أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيبعد عن هذا الحوض. هناك قول أن لكل نبي حوض، إن صح الحديث يكون أعظم حوض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا إن صح والله أعلم. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، عندنا الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضرر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. أما الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا تطلب إلا من الله، وتطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. تنقسم هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة لكل موحد، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة، للصالحين، حتى الأفراط الأطفال يشفعون. تنقسم هذه الخاصة إلى ثلاثة أقسام، وكذلك العامة إلى ثلاثة أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة، حتى إذا جاءوها قال في أصحاب الجنة وماذا قال؟ قال وفتحت، إذن حدث شيء. أما في أصحاب النار نسأل العافية والسلامة، قال حتى إذا جاءوها فتحت، يعني بغتة نسأل العافية والسلامة، نكاية بهم وزيادة في العذاب. هذه أقسام ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. العامة في رفع الدرجات كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصلي على الجنائز: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. نعم، قال والشفاعة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، بعد أن يتراجع عنها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يأتون الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، لا يستطيع أن يبدأ عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الإذن من الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى، إذن غير من باب أولى. نعم، قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. نعم، قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. هذا بعلم سبق في علم الله، ولا يمكن أن يقال أن هذا جبر أو قدر أو كذا، فيريد أن يتوسط بك الآن في هذا الطريق ويبين لك السير هنا، لأنه تقدم معنا إما جبرية وإما قدرية، وقلنا هذا الذي يقول أن الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار، وعندما يسأل لماذا تشرب الخمر مثلا يقول أمر كتب الله عليه، فهذا ماذا نصنع فيه؟ يضرب حتى يغمى عليه. فإن أفاق وقال لماذا تضربني؟ نقول أمر كتب الله، ماذا أصنع؟ اقتنع الحمد لله، إن لم يقتنع تعطيه الثانية حتى يقتنع. رفع سارق إلى نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم المسألة. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر بقطع يده، حد من حدود الله. فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتبه الله علي؟ إنما سرقت بقضاء الله. قال له عمر رضي الله عنه أتلومنا على شيء كتبه الله علينا؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ فأجاب هذا بنفس الكلام الذي جاء به، مفهوم؟ نعم.
الإنسان يحسن الظن في الله، ماذا يصنع؟ يأتي بالأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تحسن الظن في الله، تقول الله سبحانه وتعالى اختارني أن أكون من أهل الجنة وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن، ييسر الله سبحانه وتعالى لك. إن كنا نصنع هذا في أمور الدنيا فما بالك بأمور الآخرة. الآن عندما يعني يخطب مرأة يتخيل أن هذه المرأة أجمل ما خلق الله، يقدم في وظيفتين، وظيفة مثلا يعطوه في الشهر، في إعلان عن بعض الوظائف يعطوه في الشهر 1,000,000، وظيفة يعطوه 100، يفكر في أي؟ أكيد في التي يعني فيها 1,000,000. نعم، عنده طريقين، يريد يسافر إلى مكة، طريق يعني فيه حفر وفيه حوادث وغير يعني مهيئ، وطريق ما شاء الله، أي الطريقين يسلك؟ طريق الخير، الطريق الثاني. فما بالنا الآن بسلوك طريق الآخرة، نسلك طريق من؟ نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. لا يمكن أن نسلك إلا هذا الطريق الذي يعني سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه خلق الخلق وعلم أفعال العباد قبل أن يخلقهم. نعم، وعندنا الكتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عند خلق الجنين، وكتابة في كل عام حوليه، وكتابة أسبوعية. نعم، قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، جملة واحدة. ولا يمكن أن يتوهم متوهم أن هذا يعني مماثل لما عليه الخلق، لأنك تعرف الآن بعض الناس يعني يظن أن هذا يعني أمر بلا علم، هكذا هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. لا، هذا بعلم، علم الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. عندنا الآن سيأتي معنا في إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى وعد الجنة أن تملأ، وهذا من سعة فضل الله سبحانه، أن الجنة على ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين، نسأل الله من فضله، يبقى فيها أماكن، ووعد الله سبحانه وتعالى أن تملأ، فينشئ لها أقواما يدخلهم الجنة. النار لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها أقوام ويدخلهم النار بلا قيام حجة عليهم، فماذا يكون؟ يدخل الجبار سبحانه وتعالى فيها رجلها أو قدمه سبحانه وتعالى، فتقول قط يعني حسبي. نعم، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لكن تتعاطى الأسباب وتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وتسعى. نعم، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وبهذا تحذر، أن لأن الإنسان قد يعمل أعمال ثم نسأل عافية السلام يختم له بخاتمة الشقاء، هذا معناه أن العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله أن الحسنة قد تدخل النار والسيئة قد تدخل الجنة. كيف؟ الحسنة رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجوع قال ما رأينا مثل قرائنا، نفاق
أكبر مخرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه حسنة نسأل الله عافية السلامة دخل بها النار، يعني الشيطان لبس عليه بعد هذه الحسنة، فلا بد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. والسيئة قد تدخل الجنة، كيف؟ يعمل سيئة واحدة ثم يتذكر هذه السيئة دائما ويبدأ يصلي يتصدق يتوب يستغفر، يراها دائما كأنها جبل يكاد يسقط عليه. فالسيئة هنا كانت سببا في دخول الجنة. ليس معنى هذا أن الإنسان يصنع السيئة وقلت تدخل الجنة، لا، لكن الحسنات يذهبن السيئات. لا يقنط العبد من رحمة الله، يكون في سير الله بين الخوف والرجاء. نعم، الأعمال بالخواتيم. نعم، قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، فأنت تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما وكل درجة تتضمن مرتبتين، يعني صارت المراتب أربعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. نعم، الأولى العلم والكتاب، والثانية المشيئة والخلق. نعم، قال رحمه الله: إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل لأنه الجنة، لأنه هو الخالق، لأنه لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. نعم، والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه شاءها مشيئة كونية، أما المشيئة الشرعية إن قسمنا المشيئة إلى شرعية وكونية، لأننا نقسم القضاء إلى شرعي وكوني، والإرادة إرادة شرعية وإرادة كونية، والحكم شرعي وحكم كوني. الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد يقع وقد لا يقع، الكوني لا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحب. كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويقع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الذي بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الحكمة والغاية. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض لا بد أن نرضى، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله، هذا باب وهذا باب. نعم، قال رحمه الله: فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية. نعم، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني، وقد قال كثير من أهل السلف. لابد عندما نسمع الكلام عن هؤلاء، هذا رجل واحد مثل يعني من رأس المعتزلة، من هو واصل؟ واصل ابن عطاء رجل واحد، ماذا صنع؟ صنع شيء يسير. لو تنظر في أول ظهور البدع شيء يسير، واصل ابن عطاء ماذا صنع؟ اعتزل مجلس الحسن البصري. بدأ هذا رجل واحد ولم يخطر على باله أن يكون له أتباع وفرقة ضالة وهو رأس فيها، بماذا؟ بشيء يسير. فاحذر كل الحذر أن تصنع شيئا تكون نسأل العافية والسلامة فيه رأسا من رؤوس البدع والباطل. اعتزل هو ليس اعتزال لمجلس الحسن، لا، اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. وهناك في هذه الأيام من يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة، والله صدق. إذا ماذا يريد يصنع؟ يريد يصنع مجلس ضرار، لأن ها
هؤلاء بنوا المسجد مسجد ضرار. لماذا؟ لأربعة أشياء: كفر وإرصاد وتفريق ومحاربة. قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه لا تقم فيه أبدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. هدم المسجد فيه إتلاف للماء لكن لمصلحة راجحة. إذا لابد أن نجتمع. أول البدع قلنا تظهر يعني شيء يسير، ظهرت فتنة الخوارج في المملكة العربية السعودية. أول ما ظهرت عندنا أول فتنة ظهرت للخوارج من جهمان، فتنة ما حدث في المسجد الحرام. هذا جهمان رجل طالب علم يقرأ على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أمور يسيرة جدا، ظهرت بعض المنكرات، قالوا لابد أن ننكر المنكر، ماذا نصنع؟ طيب موجود الشيخ بن باز الآن معكم رحمه الله، الشيخ الألباني موجود، أئمة علماء. لا، خرجوا استقلوا عن العلماء وبدأوا يتكلموا في إنكار المنكر، كيف يكون الإنكار المنكر، وبدأ الشيطان يلعب بهم واليهود وبعض الشياطين الإنس. ماذا صنعوا؟ بدأوا الآن حتى في المنام يأتيهم الشيطان. إيه نعم، رؤى فلان المهدي، تواطأت الرؤية عندهم، يعني انظر يستدرج بهم الشيطان. لماذا؟ لأنهم استقلوا وخرجوا عن العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالشيطان يبدأ بأشياء يسيرة. هو جهيمان لم يطرأ على باله أن يكون يوما من الأيام رأس لهذه الفرقة الضالة. فهم أخوانا؟ أي نعم، طالب علم كذا، ثم شيء فشيء فشيء، حتى ونحن في هذه الأيام أخطر من ذاك الزمن. أنه قال هو جهيمان، وأنا أقول لكم هذه الأحداث لماذا؟ حتى تتنبه أخواننا، أنه ما يمكن إنسان يستقل برأيه، ترجع إلى العلماء، لدي عندي كذا، أريد أفهم، علمني، فقهني، وجهني، صحيح لا إشكال في هذا. أما تبقى وتفكر أو ترجع إلى جوجل أو ترجع إلى هذه الأشياء شيء فشيء. فجهيمان قال هو يقول أنتم تظنوا، هو يقول للحكومة السعودية، أن الفتنة تنتهي بقتلي؟ لا، فتنة الخوارج مثل الموج، الموج تارة يرتفع وتارة ينخفض. يقول سيأتي بعدي أناس يصنع أشياء لم أصنعها. صح، هذا الخوارج، فتنة تظهر ثم تظن أنها انتهت ثم تظهر. وعلى هذا نعم، قال رحمه الله: وقد قال كثير من أهل السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. نعم، وما أحسن بأي علم؟ العلم ضد الجهل؟ لا، العلم المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر، أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. نعم، وما أحسن قول الإمام الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكني، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فماذا تصنع؟ تقول آمنت، صدقت، سلمت. نعم، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. قال العلامة ابن مالك: وفي كل صلاة نقرأ الفاتحة، والفاتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين، نجمع بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. إذن تجمع في كل صلاة تقول هذا. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه إلى آخره. قال الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ويرضاه ولا يحبه. نعم، فيشاءه يعني يريد كونا لا شرعا. نعم. فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. نعم. قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية، وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة فهي إرادة كونية قدرية شرعية. وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان وقع ذلك منهم بمشيئة الله تعالى، وهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني قول العلماء والدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا تزكية صح؟ أحكي عن غيره. نعم، أتكلم عن غيره. تعيد الكلام. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا تزكية لكتابه، تزكية لعقيدته صح؟ لا، ليست بالتزكية، لابد يوضح لك. يعني الآن مثلا يأتي في مقدمة الكتاب وقل: هذا الكتاب وضعت فيه وانتقيت فيه وصنعت فيه، هل هذا تزكية؟ لابد من البيان أصلا، لابد من البيان. فيقول: هذه العقيدة يعني فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، هذه ليست بالتزكية. نعم، تعيد. نعم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. نعم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالغيب. إذن لا يمكن أن نعلم الغيب، لأنه من ادعى علم الغيب كافر كفر أكبر. في هذه الأيام يعني رجل يعني كان صنع مقابلة مع رجل، فهذا الآخر هذا المقدم يتكلم مع هذا، وهذا يقول: أنا أعلم الغيب. فلطمه، قال: ها علمت؟ قال: ما علمت. قال: الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نقول: الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، ونحن لا نعلم. نعم. إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله فهذا جملة إلى آخره، المشار إليه بقوله فهذا هو ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل بما جاءت به الشريعة. نعم. وهذا قلنا ليس بالتزكية، هذا بتوضيح ما ذكر. نعم. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. نعم.
فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. انتهى من الشرح، وقد ذكر أدلة هذه الأحكام فليراجع. نعم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال الشيخ أبو عبد العزيز بن باز رحمه الله: مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب، وهو مختص بالله عز وجل، ومن ادعاه من الناس كفر، لقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. نعم، مفاتح الغيب خمسة، إن مجموعة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، مفتاح الدار الآخرة، ومفتاح الأرزاق، مفتاح الآجال، ومفتاح الجنة، عنده علم الساعة مفتاح الدار الآخرة، وينزل الغيث مفتاح حياة الأرض، والآجال والأرزاق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام مفتاح الأجنة، وما تدري إن هذه الأرزاق والآجال، خمسة. نعم. قال رحمه الله: والأحاديث صحيحة كثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل، فغيره من باب أولى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه. ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث جماعة في طلبه، ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته. والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة، والحمد لله. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني قد كتب، وهذا قد تقدم معنا العلم والكتابة. نعم. فلو اجتمع، وأخذنا أنواع الكتابة أو أقسام الكتابة: كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عند خلق الجنين، وكتابة في كل عام حولية، وكتابة أسبوعية يتعاقب فيكم ملائكة. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. أصحاب رضوان الله عليهم في خيبر بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، وقال عن رجل يفتح الله على يده، نعم، يحب الله رسوله يحبه الله رسوله، فبات الناس يدوكون كلهم يرجو أن يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل اعترض واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي مريض ونحن طيلة الليل نفكر وندعو، لماذا لا نأخذ هذا؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لم يتكلم أحد من الصحابة، لماذا؟ حققوا الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الفضل كتب لعلي رضي الله عنه، مفهوم؟ تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا هو. هل معنى هذا أنك لا تسعى؟ تسعى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم إلى آخره، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ. ولهذا في إجازات القرآن الآن، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الإجازة أكثر الإجازات الآن تجد في إجازة القرآن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان
ها عن أبي عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، ما يقول عن رب العزة. لماذا؟ لأنهم ينكروا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، والله سبحانه وتعالى قال، تعيد تقرأ، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في لوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك. نعم. وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه، سمعه من الله. فنقول عن جبريل عن رب العزة. والآن بفضل الله عندنا الآن الإجازات لابد تعدل وإلا لا يصادق عليها. نعم، إجازة القرآن في المسجد النبوي لأنه يصدق عليها من المسجد، لا يمكن تصدق إلا بهذا، بتعديل هذا. نعم. وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ. نعم. ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظ وبين إنزاله من الله كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام: واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء في الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل. قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ، فإن هذا قول الفلاسفة وهو من خرافات عباد الصالحين أو الطالحين كما هو راسخ بينهم، فاحذروه فإنه كذب. وأما القلم المذكور فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. نعم. كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود مرفوعا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. نعم. قال أو هل هو أول المخلوقات؟ لا، معنى الحديث أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأنه في الحديث قال: خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن عرش قبل. أو نقول في الأولية هنا أن أولية بالنسبة لما نشاهد. ماذا نشاهد؟ السماوات والأرض. وخلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. قال رحمه الله: كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود مرفوعا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين، على قولين حكاهما ابن القيم في النونية. نعم. القول الأول أن القلم أول المخلوقات كلها، هذا قول. خلاص. القول الثاني لا، أن القلم أول مخلوقات بالنسبة لما نشاهد، أو أول ما خلق أمر بالكتابة. واضح هذا؟ نعم. واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش، ولهذا قال: نعم، ولأنه جاء في الحديث وكان عرشه على الماء. نعم. ولهذا قال: والناس مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. نعم. قال الإمام يعني الطحاوي رحمه الله: هذا هو أول ما خلق أمر بالكتابة. واضح في هذا أول ما خلق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم. إذن لابد أن يأتي بهذه المراتب. نعم.
قال العلامة ابن مانع رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا فيه رد لما ذهب إليه غلاة المعتزلة الذين أنكروا كون الله تعالى عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، نعم. قوله: وذلك من عقد الإيمان، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، ومنها تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. فكيف من الذي يزعم أن مع الله خالقا؟ من؟ قدرية، لأنهم يقول أن العبد يخلق أفعال. المانوية فرقة من فرق المجوس، تقول أن للعالم خالقان، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر، وكذبوا، لأنه أكثر خير يأتيك في الليل عندما تدعو في ثلث الليل الآخر. فهؤلاء هذا مانوية، لكن القدرية أكثر، جاءوا بأكثر، لأنهم يقولوا كل عبد خالق مع الله. نعم. وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. هذا هو مشابهة بالمجوس. المجوس ادعوا النور والظلام، ومنهم مانوية، والقدرية مجوس هذه الأمة بل أشد، أنهم قالوا كل عبد يخلق مع الله. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي بوهمه في البحث عن البعث سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: عاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. انتهى من الشرح. نعم، نكتفي. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.